اللبناني، فريق سياسي من اللبنانيين بيطلب حق التظاهر. الآن السعودية اتخذت قرار وأبلغته لموظف عنده اسمه سعد الحريري بأن ينفذ هذا القرار، أعطته شوية مصاري وقالت له بتروح بتنفذ هذا القرار، تتفوتنا السعودية، تتفوتنا السعودية بموضوع البحرين والمنطقة الشرقية عندها، لأن في تحركات مع ما محملة إيران مسؤوليتها. جاي السعودية عمالي بتقلك أنه أنا إذا ما وقفت لي هونيكي أنا بدي حرك لك موضوع السلاح بلبنان. موضوع السلاح بلبنان موضوع خارج إرادتنا كلياتنا، لأنه هي له علاقة بالصراع مع إسرائيل، وهذا موضوع ما بنوصل فيه لمحل كلياتنا. أكثر شيء عم نطرح نقاش ما بيوصل لمحل، بيتظاهروا بكرة بيأكلوا بيشربوا بياخذوا حق النازلة، بياخذوا أجار سياراتهم وكذا وبفلوا. شو المشكلة يعني؟ مقرر يصرف 20 مليون دولار يا ريت بأكثر. بس مش هيك المعادلة يعني، بحسب ما بيقول مثلا إذا بدنا ندخل على كلام الرئيس سعد الحريري بالأمس. شو هي معادلة سعد نتنياهو فؤاد ليبرمان دخلك؟ خبروني بس شو هي. كيف في فؤاد، في سعد نتنياهو وفؤاد ليبرمان اللي عم يحكوا بالسلاح. لماذا التخوين؟ يعني اليوم راح يقولوا انك عم بتخون. خائنين ونص، مش تخوين، خيانة ونص. ليه لأنه في نتنياهو عم يحكي بالسلاح والإسرائيليين، وفي إني ما حدا عم يجيب سيرة هالموضوع، لأنه هذا السلاح صار بس إني عم بحدد لأنه صار السلاح المقاومة. خليني كفي. هذا السلاح ولا مرة استعمل بمشكلة داخلية. هلق لحق لي كيف ما استعمل بمشكلة داخلية. يعني في شي مرة اجوا الشيعة قالوا نحن بنا حصتنا بالدولة وما عطيتونا اياه بنستعمل السلاح. في شي مرة قالوا عم بقولوا صارت. لحظة خليني كفي. ما بت... عم... بس لحظة لقلي كيف استعمل. لحظة، هذا السلاح استعمل للدفاع عن نفسه. هذا السلاح هو في مواجهة إسرائيل. اجا هذا حزب الله قال لك انا ولا مرة رح استعمله بلعبة داخلية. يعني مرة استعمله تياخد بمجلس وزراء حصة، مرة استعمله تياخد بالوزارات حصة، مرة استعمله تياخد بالدولة حصة. ابدا ما حصل. جيتي انت اتفقتي مع الاسرائيلي وهن عاملين اتفاق مع الاسرائيلي، واحد عبر الامريكان عاملين اتفاق مع الاسرائيلي على موضوع. الاسرائيلي صار عنده معضلة اسمها السلاح، خلاص ما بقى تنحل معه، راح بتنحلش معه الا بحرب، والحرب غير مضمونة. صار عنده معضلة، قال لك بنشغل هاودي بالموضوع. الاهم شيء نضغط على السلاح داخليا. المحكمة باب، سعد باب، فؤاد السنيورة باب، والباقيين ملحقين. اصلا الباقيين ما لهم قيمة، انت بتعرفي، بس طلع صالح السوريين لا سألهم ولا قلهم وتركهم على قارعة الطريق ولا سأل عنهم هو. يلا يعني رجع يستخدمهم، هن مستفيدين وبدهم مصاري، هاودي المورط بديون من الانتخابات وهذا اللي بده ماله. هذه كل القصة.